السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية، وإليكم أبرز العناوين. الزياني يبارك توقيع وثيقة الحلول للقضية الجنوبية، وبريطانيا تصفها بالإنجاز التاريخي. جمع ثورية لإحياء المولد النبوي ودعم مخرجات الحوار الوطني. مصداقية الثورة بمحافظة حجة تدعو رئيس الجمهورية لإيقاف محاكمة معتقلي الثورة. إلى التفاصيل. تلقى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، وهنأ الدكتور الزياني رئيس الجمهورية على النجاح الكبير الذي تحقق من خلال التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، معتبرا التوقيع عليها بأنه يمثل نجاحا كبيرا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مشيرا إلى أن حل القضية الجنوبية مفتاح لحل كافة القضايا. الرئيس هادي من جانبه ثمن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووقوفهم إلى جانب اليمن بمختلف الظروف، وأشار إلى أن ذلك النجاح الذي تحقق هو نجاح للجميع، فضلا عن كونه إحدى نتائج المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المساند لليمن. أكدت المملكة المتحدة البريطانية أن توقيع جميع المكونات السياسية على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية يعد إنجازا تاريخيا وخطوة نحو مستقبل زاهر لليمن. جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة البريطانية للتنمية الدولية دونكون سفير اليمن في المملكة المتحدة عبد الله الرضي، وأشاد دونكون بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي في بناء التوافق بين المكونات السياسية حول الوثيقة بما يضمن وحدة اليمن واستقراره، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم لليمن في مختلف المجالات. قتل جندي وأصيب آخر من اللواء 26 مشاة ميكا في كمين مسلح نصبه مسلحون مجهولون عصر اليوم الجمعة لناقلة مياه تابعة للواء بمنطقة مشعبة خارج مدينة البيضاء. وقالت مصادر أمنية أن المسلحين اعترضوا طريق وايت ما تابع للواء 26 بمنطقة مشعبة وقاموا بإطلاق الرصاص عليهم محاولين أخذ الوايت، إلا أن الجنود قاموا واندلعت اشتباكات بينهم ما أدى إلى إصابة الجنود بجروح خطيرة وتضرر الناقلة. وأضافت المصادر أن أطقم أمنية من قوات الأمن الخاصة وصلت إلى المكان حيث لاذ المسلحون بالفرار، وتم إسعاف الجنود إلى أحد المستشفيات حيث توفي أحد الجنود متأثرا بجراحه، فيما لا يزال الجندي الآخر في العمليات بحالة حرجة. قال خطيب ساحة الحرية بعدن القيادي في الثورة الشبابية علي قاسم إن مشكلة اليمن الجوهرية ليست في الوحدة ولا شكل الدولة، ولكن في رأس الدولة وكيفية إدارتها. جاء ذلك خلال خطبة اليوم تعليقا على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية التي وقعت عليها المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، موضحا أن أهم ما في هذه الوثيقة هو إلغاء المركزية وكل تبعاتها التي عانى منها الشعب اليمني. وذكر خطيب الساحة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لجعل هذه المناسبة فرصة لتقارب القلوب. يظهر المعرقلون إلا ويظهر الخاسرون إلا ويظهر الذين يعترضون سفينة الوطن. ولعل أهم ما تمخض عنه المؤتمر في الأيام الماضية هو وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.
هذه الوثيقة التي كنا أول من باركها في هذه الساحة، ليس لأنها الحل الأمثل والحل السحري للقضية الجنوبية، ولكن لأنها ستمثل المنطلق والبوابة والمدخل الصحيح لحل القضية الجنوبية، حلا عادلا نرتضيه نحن ويرتضيه كل أبناء الجنوب. فهذه الوثيقة ستمثل المدخل الصحيح لحل القضية وضمان عدم تكرار المآسي التي ألمت بالجنوب وبأبناء الجنوب والتي عانينا منها جميعا في جنوبنا الحبيب بسبب سياسة المخلوع وزمرته. أحيا ثوار تايز اليوم بساحة الحرية جمعة الربيع النبوي ربيع الثورات العربية وسط حشود كبيرة رحبت بمخرجات الحوار الوطني، ودعت كافة ثوار اليمن للاستعداد للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 11 من فبراير. التقرير التالي والتفاصيل. الربيع النبوي ربيع الثورات العربية، هكذا أطلق ثوار تعز على جمعتهم، واعتبروا أن ربيعهم اليمني بدأ يتحقق بقرب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني. أيها الربيعيون، يصل الحوار اليوم إلى نقطته الأخيرة، وأيا كان من مآخذ، إن كان للبعض مآخذ، فإن التفافنا جميعا حول مخرجاته سيحول ما نقص منه إلى مظهر قوة. إن أي مشروع إنما يعطي أكله ويحقق أهدافه وينال ما يريده بالتفاف الناس حوله، وكدر الجماعة، وكما يقولون كدر الجماعة خير من صفو الفرد. تفاؤل كبير وتحسن ملحوظ يلمسه المواطن في تعز. إن أمن المحافظة مسؤولية الجميع، وإننا وإن كنا نشاهد اليوم خطوات ملموسة وإنجازات تتحقق، أمر يستحق معه أن نشيد بجهود إدارة الأمن والسلطة المحلية، فإننا كذلك نظل مسؤولين عن دعم هذا الأمر حتى لا يكون هناك أي مظهر من مظاهر السلاح وانتشاره، لأنه لا يأتي بخير، وإنما هو آفة ووباء يجب أن نتصدى له جميعا. ثوار تعز بساحتها ابتهج اليوم باستقبال أحد شبابها المخفيين. محمد عبد الرحمن أحد شباب الثورة الذين تم إخفاؤهم قصديا بعد محرقة تعز، يؤكد على ضرورتي أن يخرج كل المخفيين قسريا، وأن يتبين واقعهم، وأن يتبين حالهم، وأن تتضح حقيقة أمرهم، أين هم وماذا صنع بهم. الثورة مستمرة والربيع متجدد، وربيع النبوة يجدد في أرواحنا ربيع الثورة العربية. تمر الشهور والسنين والربيع العربي يتجذر رغم المعوقات الكبيرة التي تنصب في طريقه، ولكن ما دام قدوتهم ربيع مرتبط بالنبوة فأملهم كبير ووصولهم إلى هدفهم سيتحقق. حاجات الحوار سوف نكمل المشوار. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. دعا خطيب الحرية بمحافظة إب الأستاذ عبد الواحد النجار جماهير الشعب اليمني إلى مساندة الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني لإنجاز مسار التحول المدني والتغيير وبناء اليمن الجديد. كما أثنى خطيب الثورة في إب على الجهود التي تبذلها إدارة أمن المحافظة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وكشف عن بؤر فساد تلتهم المكاتب الخدمية بالمحافظة، داعيا إلى محاسبة الفاسدين في السلطة المحلية وتوجيه الموارد بما يعود بالمنفعة على جميع أبناء إب. شهدت ساحة التغيير بمدينة الحديدة حشودا كبيرة في جمعة المولد النبوي دروس وعبر. ودعا خطيب ساحة التغيير في الحديدة جمعة ثوار إلى استلهام دروس الثورة والتغيير والصبر والمصابرة والمرابطة من نبيل الإنسانية
الذي كان ميلاده إنقاذا للإنسانية من صنمية الحجر والبشر. وهتف دوار الحديدة عقب صلاة الجمعة للأمن والاستقرار داعين اليمنيين إلى الحفاظ على مكتسبات ثورة 11 من فبراير، مطالبين السلطة السياسية التي جاءت بها الثورة أن تحقق لليمنيين ما يتطلعون له من إزالة مراكز الفساد والنفوذ والفوضى التي تحاول عصابة المخلوع من خلالها زعزعة أمن الوطن والمواطن. أصلح أحوال اليمن، أصلح أحوال اليمن، ويا شاهد. هذا وتشهد مدينة الحديدة أسبوعا أو أسبوعيا مسيرات ينفذها شباب الثورة، آخرها كانت مساء الخميس حيث جابت شوارع مدينة الحديدة مسيرات تطالب أو طالبت رئاسة الجمهورية بتعيين محافظ من ذوي الكفاءة والنزاهة. التقرير التالي والتفاصيل. ايش مطلبكم يا احرار؟ امنيات لم تتحقق حتى اللحظه، كما يرى شباب الثوره. في كل يوم خميس يخرج شباب الثوره في الحديده بمطالب اصلاح المؤسسات الخدميه ومواجهه لوبي الفساد الذي يعرش في محافظتهم كما يقولون. خرجنا في هذه المسيرة نطالب برحيل الفاسدين في محافظة الحديدة الذين أفسدوا كل البنى التحتية وأفسدوا كل ما هو جميل في هذه المحافظة. أحرار وحرائر الحديدة أكدوا على أن مسيراتهم الأسبوعية تهدف إلى أن تلتفت الجهات المعنية في الحكومة إلى مشكلات لا تزال تؤرق سكان المحافظة كالفقر والفساد وناهبي الأراضي والعصابات المسلحة. يرى ثوار الحديدة ألا شيء تحقق على مستوى التغيير في تهامة بعد الثورة الشبابية، بينما يرى آخرون إن وفاق السياسة يقتضي تحمل المزيد من التحديات حفاظا على الوطن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة. دعا الأستاذ أحمد طاهر خطيب جمعة في ذكرى المولد النبوي دعوة للمحبة والتسامح بساحة الحرية بمحافظة حجة على الاستفادة من ذكرى النبوة في نشر ثقافة المحبة والسلام ونبذ ثقافة الكراهية والعنف، ودعا اليمنيين إلى مواجهة كل أصحاب الأفكار المتطرفة التي تسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيفة، مذكرا في ذات السياق من وصفهم بالانتهازيين الذين لا هم لهم إلا تحقيق مشاريعهم الطيقة ونشر أفكارهم الهدامة، إلى أهمية العودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما دونها. ما حب الماء والظلام في مولد خير الأمام، أصدرت المنسقية العليا لشباب الثورة بمحافظة حجة بلاغا صحفيا أكدت فيه تفاجؤها بتوجيهات جديدة من رئاسة الجمهورية تقضي باستمرار محاكمة 19 معتقلا من شباب الثورة السلمية، استنادا إلى معلومات مضللة تقدم بها النائب العام والتي تفيد بأن القضية جنائية بحتة لا علاقة لها بالثورة حسب البلاغ. وناشد البلاغ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي سرعة التدخل لإيقاف محاكمة شباب الثورة المعتقلين بمحافظة حجة والذي تقرر حجز قضيتهم للنطق بالحكم في الجلسة المقرر انعقادها الثلاثاء القادم. وحمل البلاغ رئيس الجمهورية والنائب العام والأجهزة القضائية في محافظة حجة المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب على هذا الحكم المعروف سلفا. عبرت عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية إضافة إلى المكونات الثورية والوطنية بمحافظة صعدة عن قلقها أو قلقهما الزائد من النوايا التي تخطط لها ميليشيات الحوثي المسلحة عقب عزل منطقة دماج عن العالم وقطع شبكة الهاتف عنها. وقالت تلك الشخصيات والمكونات التابعة لمحافظة صعدة في بيان صدر عنها
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن هو وحده من يتحمل مسؤولية كل ما يجري في منطقة دماج من قتل وسفك لدماء أبناء الوطن في منطقة دماج، وحذر أبناء صعدة من خطورة ما تخطط له تلك الميليشيات المسلحة من إبادة جماعية لأبناء دماج. وكانت مصادر سلفية محلية قد ذكرت صباح يوم أمس أن مسلحي الحوثي خرقوا الهدنة ونقضوا اتفاق وقف إطلاق النار وقاموا برفض سحب مسلحيهم من المنطقة ورفع التمترس في المناطق المحيطة بدماج وإحلال وحدات عسكرية بدلا عن ذلك. تتواصل فعاليات التوعية بمخرجات الحوار الوطني في محافظة حجة والتي تنظمها الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني العام للشباب بخصوص القضايا المتعلقة بشؤون الشباب، حيث تم زيارة العديد من المؤسسات التربوية في مدينة عبس بهدف التوعية. التقرير التالي والتفاصيل. لأن الشباب هم أمل الأمة، فهم يشعرون بأنهم المعنيون بتحمل المسؤولية في كل مرحلة تمر بها اليمن بما يضمن تحقيق النجاح. فمثلما قادوا الثورة الشبابية والتي كان من أهم نتائجها مؤتمر الحوار، ها هم اليوم يجوبون المحافظات ويقودون مرحلة الحملة التوعوية بالمخرجات المتعلقة بقضايا الشباب. فقد نفذت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني العام للشباب عددا من الفعاليات التوعوية في محافظة حجة، ابتداء من استهداف المؤسسات التربوية بمدينة حجة ومرورا بعقد اللقاءات مع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة خيمتي الحوار الوطني في مدينتي حجة وعبس، وانتهاء بزيارة المدارس الأساسية والثانوية وإقامة اللقاءات التوعوية لطلاب وطالبات كليتي التربية والمجتمع بمدينة عبس بحضور قيادات أكاديمية وإدارية. حملة التوعية هذه نفذت لتعريف الشباب بمجمل القرارات التي خرج بها المؤتمر الوطني العام للشباب وأقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خاصة ما يتعلق منها بإنشاء المؤسسات التي تضمن تحقيق المطالب المستقبلية للشباب. انطباع إيجابي عكسه شباب مدينة عبس من خلال حضورهم الفاعل مع حملة التوعية ومشاركتهم الهادفة ومساندة ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكلهم أمل بأن تكون تلك المخرجات ملبية لطموحاتهم ومحققة لأحلامهم. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية محافظة حجة. أقدمت مجاميع مسلحة على إرعاب المواطن في حي بئر الوادي الكائن في مدينة الروضة بأمانة العاصمة من خلال إطلاق الرصاص الحي عشوائيا على منازل المواطنين. وقال أحد سكان الحي إن عصابة مسلحة يقودها شخص يدعى خالد الشجرة أقدم مساء أمس الخميس على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه منازل المواطنين بعد رفض السكان السماح له بإغلاق أحد الشوارع المؤدية إلى منازلهم، مضيفا بأن الشارع الموصل إلى منازلهم أو الموصل إلى منازلهم مفتوح منذ 30 عاما، وأن العصابة تحاول الآن إغلاقه وضمه إلى أملاكها. وناشد سكان الحي الجهات الأمنية وأمانة العاصمة ممثلة بأمين العاصمة اللواء عبد القادر علي هلال التدخل السريع لحمايتهم ممن أسموها بالعصابات المدعومة من المشايخ منطقة الروضة. إلى الشأن العربي، حيث شهدت اليوم مختلف المدن المصرية مظاهرات حاشدة رفضا للانقلاب العسكري في جمعة إسقاط دستور الدم، وسقط شهداء وجرحى جراء استخدام الشرطة للرصاص الحي في محاولتها منع التظاهرات. وخرجت مسيرة اليوم في أنحاء متفرقة من القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وقنا وحلوان والسويس وغيرها من المدن، كما تظاهر الآلاف من الطلاب في جامعة الأزهر ورفع المتظاهرون صور الرئيس مرسي وشعارات رابعة ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب العسكري.
في ظل اشتداد المعاناة الإنسانية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك بسوريا، نظم المئات من أبناء قطاع غزة وقفة تضامنية معهم، داعين المجتمع الدولي إلى فك الحصار عنهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا أسماء كساب. من غزة المحاصرة إلى مخيم اليرموك جرح واحد. انطلقت أصوات المشاركين رافعين اليافطات والأعلام الفلسطينية تضامنا مع اللاجئين السوريين في مخيم اليرموك المحاصر من قبل النظام السوري. إخواننا في معسكر ومخيم اليرموك، فنقول لهم الصبر الصبر والثبات، فإننا بإذن الله قادمون. ولا ننسى أن مخيم اليرموك في السبعينات كان قد صدر المناضلين، وفي التسعينات صدر المجاهدين. وعلى إثر ما يعيشه الفلسطينيين في المخيمات السورية، نظمت حركة حماس وقفة تضامنية، وجه من خلالها يونس الأصل نائب حركة حماس رسالة صمود إلى الفلسطينيين ورسالة إلى العالم العربي بالوقوف إلى جانب المخيمات. ثم إنها رسالة إلى العالم المتآمر، سواء كان في عالمنا العربي أو العالم الغربي المسمى بالمجتمع الدولي، لقد آن الأوان لأمتنا أن تستعيد خلافتها. ويذكر أن مخيم اليرموك ما زال محاصر للشهر السادس على التوالي، مما أدى إلى وفاة 33 شخصا بسبب الجفاف. وناشد نائب المجلس التشريعي موسى العباتسة على ضرورة جمع التبرعات لمساعدة اللاجئين في المخيمات السورية. ما يجري في مخيم اليرموك يمثل جريمة متكاملة الأركان، وهذه الجريمة هي ليست الجريمة الأولى، وإنما هي جريمة متواصلة ضد شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن في هذه الوقفة نعلي صوتنا، نصرخ في وجه كل العالم، في وجه كل الظالمين، في وجه كل القتلة، في وجه كل المجرمين، في وجه هذا العالم الصامت على هذه الجريمة. وفي ظل ما يعيشه المخيم من أوضاع صعبة، تبقى اليد الفلسطينية بمدينة غزة تشد على ساعد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية. ولأن لا يشعر بالنار إلا من كوي بها، وقفات واعتصامات متواصلة من قبل الحكومة والأهالي في مدينة غزة، تضامنا مع إخوانهم المحاصرين في مخيم اليرموك من قبل النظام السوري. أسماء كساب لقناة سهيل الفضائية، غزة فلسطين. وعودة من غزة إلى الاستوديو للتذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الزياني يبارك توقيع وثيقة الحلول للقضية الجنوبية، وبريطانيا تصفها بالإنجاز التاريخي. جمع ثورية لإحياء المولد النبوي ودعم مخرجات الحوار الوطني. مساقية الثورة بمحافظة حجة تدعو رئيس الجمهورية لإيقاف محاكمة معتقلي الثورة. ختام النشرة، دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.